زهرة وهي بتتكلم دلوقتي عن الفنان الراحل حسن حسني وهو بيذاكر أعماله وأدواره، ده يمكن يخلينا وإحنا موجودين في بيته الحقيقة، وده شرف لينا وفي ضيافتكم طبعا النهاردة. عايز أعرف أبرز الأماكن أو أكتر الأماكن اللي كان بيحب يقعد فيها، مكانه المفضل اللي كان بيحب يقعد فيه يذاكر فيه أعماله، يقعد فيه لوحده. عايز أعرف إيه أكتر الأماكن اللي كان بيحبها فيه. هما ثلاث أماكن أكتر أماكن كان دايما بيبقى متواجد فيها، إما في الجنينة تحت إما في الليفينج روم فوق او في الاوضه بتاعته بيذاكر او كده. هم دول. لكن هل هو كان شخصيه بيحب يقعد لوحده في اوقات كتير؟ هو طبعا الوالد والوالده فهموني ان هو بيحب لا. التجمع خالص. لكن في اوقات تانية بقى خالص لا، بالعكس يعني ده كان ممكن يبقى اللي هو كان دايما هو لو عنده اي مشكله في الموبايل يكلمني عشان يجي اعملها له. فكان يبقى في اوقات يكلمني يقول لي تعالي بسرعه على الموبايل في مشكله تعالي اعملها لي. اروح ايه جدو في ايه؟ لا ما فيش، كنت عايزك بس تقعدي معايا. فهو كان ما بيقدرش يقعد لوحده خالص، كان عايزنا على طول نقعد معاه وحواليه. يعني من صعب قوي نلاقيه اصلا قاعد لوحده. دي انت كان ايه اكتر عمل بتحبيه له يا زهر؟ بحب كل حاجه، يمكن الليمبي اكتر واحد بيضحكني. بحب زكي شان قوي برضو عشان بحسهم قريبين ليه الحقيقه والطريقه اللي بيزعق لنا وكده. لكن بحب كل حاجه بتاعته. يعني كان بيزعق بس واضح ان حتى يصالحنا في نفس الوقت يعني. زي ما الوالد والوالده فعلا قالوا لي كده ان ده كان الله يرحمه يزعق وبعد كده يقول لي انت زعلتي ولا ايه. الله يرحمه يا رب. الله يرحمه.